خلينا بقى نبدا مع حضراتكم اول اخبارنا، واكيد هنبدا باخبار النادي الاهلي اللي النهارده بيواصل مشواره في مبارياته بقى في الدوري. موعدنا النهارده الاهلي وسموحه الساعه 9 مساء على استاد اسكندريه، ده ضمن طبعا منافسات الدوري الممتاز. وبناكد على حضراتكم دايما كلنا ثقه في الفريق، لازم نبقى في ظهره دايما، هم كمان بيدرسوا الاخطاء بيعالجوها. فقدنا يمكن الماتش اللي فات نقطتين، لكن احنا لسه عندنا مباريات جايه وبنستعد ليها اكيد بكل قوه. تحديدا امبارح برده موسيماني، خليني اقول لحضراتكم، عمل محاضرة فنية كانت مهمة جدا مع اللاعبين، ده قبل انطلاق مران الفريق ده استعدادا لمباراة سموحة، وشهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير للماتش. ومباراة أكيد هتكون مهمة، كل التوفيق، بس احنا واثقين ان حتى لو كان في حصل أي يعني أخطاء أو أي شيء ما كانش مفروض في الماتش اللي فات، رغم على فكرة ان احنا لعبنا برضو كويس جدا، ان شاء الله في الماتش النهاردة ما نلاقيهاش، بالعكس نلاقي لعب كمان أفضل بكتير، فاحنا واثقين.